بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا نكمل الجزء الثاني الخاص بمسائل الروت لوكس. هنبدا ناخد مسائل متنوعه عن الروت لوكس ونشوف رسمه هيبقى شكله عامل ازاي. نهينا الجزء اللي فات بالمساله دي بعد ما شرحنا الكونسبت بتاع الروت لوكس، ونهينا بالمساله دي. المساله دي طبعا ما كانش فيها زيروس، كان كلها بول. كان عندي هنا 4 بول موجودين معايا، وابتديت اشتغل بناء على الكونسبت ده. المساله دي نفس الشغل اللي فات، هنلاقي هنا في مفيش ولا زيرو، في 3 بول. طيب طريقه حل الثلاثه بول الموجودين، هنبدا نشتغل مع بعض الشغل بتاع ادي المساله. طبعا ادي الجي اوف اس، ودي هنا الاتش. الاتش بالنسبه لي هنا مديها لي بكام؟ مديها لي بواحد في المساله. فخلاص حاجه ما تيجي هنا هتشتغل ان الاتش الموجوده معاك هنا بواحد، يبقى الاوبن لوب اول خطوه بشتغلها. لو تفتكروا كنت بروح اجيب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، طبعا الكلام ده كله اتشرح في الفيديو اللي فات. يبقى هنا الجي اتش بالنسبه لي اللي هو عباره عن كي على اس في اس تربيع زائد 4 اس بلس 5. تمام، الكلام ده هتساوي بعد ما جبت الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اروح اجيب منه نمبر اوف بولز. البولز بتاعتي هنا كام بول؟ عندي هنا النمبر فولتس اللي هي الان هتساوي 3. طيب ونمبر اوف زيروز اللي هي الام هتساوي 0. طيب البولز بالنسبه لي هي كام؟ هي 0. وهتحلل القوس ده هيبقى عندي سالب 2 بلس جي وسالب 2 ماينس جي. كده ادي الثلاثة بول الموجودين. طيب تاني حاجه قلت هتقوم عامل ايه؟ هتقوم رايح تحط الروت لوكي على ريل اكس، اون ريل اكس. طيب عشان اوقع الروت لوكي اللي موجود معايا ده ازاي؟ ادي الجي اوميجا وادي السيجما. طيب عندي البولز الموجودين صفر، ادي اول بول، وعندي سالب 2 وجي وسالب 2 وسالب جي. ادي سالب 2 وجي وسالب 2 وسالب جي. ادي هنا دي النقطه دي سالب 2، وادي واحد فوق وسالب واحد تحت. تمام، ادي الثلاثه بولز. عايز بعد كده اوقع الروت لوكي. انا هنا طبعا المساله اللي فاتت كان في عندي 2 بول و2 كومبلكس، 2 على الريل و2 على الكومبلكس، كنت بوصل الاثنين ما بينهم بس. هنا عندي واحد بس، طيب واحد بس يبقى الروت لوكي كل ده لحد الانفينيتي. كده انا وضحت له الروت لوكي لحد الانفينيتي. حلو، بعد ما عملت الخطوه الثانيه هروح ثالث خطوه. احنا قلنا هنجيب البرانش، اعرف عندي كام نمبر اوف برانشز اللي هي بتساوي قلنا ان ماينس ام ان ماينس اللي هي اسف التوتال ان او الماكسيموم بتاع الان مع الام او عدد البولز اللي هي بالنسبه لي هنا في كام؟ في عندي 3. طيب نمبر اوف اسمتوت، احنا قلنا بنجيب الاسمتوت علشان خاطر ما بعرفش ارسم عشان ما بقدرش اشتغل على البرانشات لوحدها، لازم اخد ممسات ليها. فدي بالنسبه لي اللي هي الام. طيب دي بالنسبه لي اللي هي ان ماينس الام. ان ماينس ام هتلاقيها برده 3. يبقى دلوقتي هروح اجيب الفاليوز بتاعت الاسمتوت بتاعتي، النقطة والزاوية. النقطة اللي هي سيجما سي بتساوي سمشن بتاع البول ماينس سمشن بتاع الزيرو على ان ماينس ام. سمشن البول هاخد الثلاث نقط دول هجمعهم مع بعض، لما تجمعهم صفر وسالب 2 سالب 2 يبقى سالب 4، وجي هيروح مع السالب جي يبقى لي فوق سالب 4 على المقام اللي هو 3، طلع معايا سالب 1.33. هتجيب الزاوية فاي بتساوي 180 كي على ان ماينس ام. بما ان الان ماينس ام بتساوي 3، يبقى دلوقتي حضرتك هتاخد كام فاليو للكي؟ 3. الكي بتاعتي قلنا بتتراوح من ايه؟ موجب او سالب 1، ادي كده قيمتين، وبعد كده موجب 3، ادي القيمه الثالثه. طب لو كان 4 قيم هتبقى موجب او سالب 3. طب لو هما 5 قيم هاخد موجب 5، يبقى موجب وسالب 1، موجب وسالب 3، موجب 5، وهكذا. يبقى من هنا حضرتك هتروح تجيب الفاي، طلعت الفاي بتاعتي ب 60، موجب 60 وسالب 60 و 180. حلو كده حضرتك جبت الثلاثة فاليوز، هتروح توقع الشغل ده فوق فين؟ على الرسم. يبقى ادي النقطة اللي هي بتاع الاسمبتوت الموجود معايا، قلنا عند سالب 1.3، دي عند 2، يبقى سالب 1.3 في النقطة دي تقريبا. هتقف هنا وهتاخد الزوايا، قلت الزاوية بتبدأ من الشمال، يعني بتبدأها كده من الشمال وتمشي من الشمال وتمشي. ادي هنا سالب اول واحده كانت 60 عكس عقارب الساعه، يبقى ادي 60. هطلع من هنا
ادي النقطه الاولى 60 اهي. طيب النقطه الثانيه سالب 60 اهي. طيب والاخيره 180 اللي هو النقطه دي. تمام يبقى ماشي معايا الخط ده، ده الاسيمتوت الثالث. حلو كده حضرتك جبت له الاسيمتوتس الموجودين، الخطوط المساعده، ودي اخر نقطه. النقطه الرابعه دي هتشتغل بيها على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. الجزء اللي جاي من اول نقطه رقم 5 هشتغل على الكلوز لوب ترانسفير فانكشن عشان اروح اجيب ايه نمبر اوف بريك بوينت. البريك بوينت زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت انا بجيبها ازاي، عن طريق ان انا اروح اجيب الكاركترستيك ايكويشن اللي هي 1 بلس جي في الاتش واسويها بايه، اسويها كده انا جبت بسويها بالصفر وابدا اجيب منها الكي. تمام 1 زائد جي في الاتش، بتقوم رايح جايب المعادله وتقوم جامع البسط على المقام. عايز تاخد الجي والاتش وتعوض في معادله ماشي، عايز زي ما قلت لك بسهوله تنزل الكي تحت وتجمعها. يبقى دلوقتي الكاركترستيك ايكويشن الموجوده مع حضرتك هي عباره عن هجيب منها الكي، الكي هتساوي سالب اس مضروبه في اس تربيع زائد 4 اس زائد 5. دي كده الكي. بعد ما جبت الكلام ده هتقوم رايح معوض جايب دي كي باي دي اس. اما تجيب دي كي باي دي اس وتعوض هيطلع معاك سالب 3 اس تربيع بلس 8 اس بلس 5. طيب الكلام ده هتسويه بالصفر، منه هتقدر تجيب اس 1 طلعت بسالب 1 واس 2 طلعت معاك بسالب 1.6. طيب هاخد انهي في دول؟ البريك بوينت بتاخد النقطه اللي واقعه معاك على الروت لوكي. طيب سالب 1 واقع معايا على الروت لوكي، انا هنا دي من الروت لوكي فين؟ اهو كل ده. يبقى الاثنين بوينت دول معايا، يبقى السالب 1 معايا والسالب 1.6 معايا. طب ازاي؟ هتبدا تشوف بقى دلوقتي انا البريك بوينت الموجودين دي انا ما عنديش زيروز، يبقى انا هنا البريك بوينت الموجوده معايا واقعه ما بين اثنين بول، فالبول الموجود ده معنى كده ان هو هيبقى ايه؟ هيبقى بريك اواي مش بريك ان. بريك اواي يعني المفروض طالع من النقطه بيتوزع منها. تمام؟ هنبدا نشوف الكلام ده مع بعض. هنا حضرتك وصلت جبت النمبر بريك بوينت. طيب الخطوه رقم 6 قلنا الخطوه رقم 6 بجيبها لو في جزء معايا كومبلكس. طيب انا هنا في كومبلكس؟ اه انا عندي في 2 كومبلكس، فالخطوه رقم 6 اهي اللي هي الانجل اوف ديبارشل او ارايفل. الديبارشل انا ما عنديش هنا ارايفل عشان ما عنديش زيروز، فانا هقوم رايح معوض على طول في القانون اللي هو سيتا دي بتساوي 180 بلس الفاي بتاع الزيروز، سميشن بتاع فاي زيروز ماينس سميشن السيتا بتاع البولز. طيب من الرسم الموجود معايا فوق اهو هعمل ايه؟ قلت لك هتاخد ادي بول من البولز الموجودين الكومبلكس وهتوصل بكل حاجه بالبولز والزيروز الموجودين. وصلت باول بول اهو وادي تاني بول. طيب الزاويه دي معروف ان هي 90. حلو الزاويه دي هجيبها ازاي؟ ادي دي عايز احسبها، هحسبها ازاي؟ انا عندي المثلث اهو، هجيب الزاويه اللي جوه دي واطرحها من 180 اجيب دي. هجيب دي، دي هتبقى عباره عن ايه؟ 10 ماينس 1 المقابل على المجاور. المقابل معايا احنا مش النقطه دي كانت كام؟ قلنا سالب 2 وجي، يعني النقطه دي 1 ودي هنا سالب 2، يبقى دي كده سالب 2 ادي المجاور وادي المقابل 1، يبقى 10 ماينس 1 نص. يبقى دلوقتي حضرتك لما تيجي تشتغل دي هتبقى 180 ناقص 10 ماينس 1 نص. جبت الزاويه الاولى اللي هي سيتا 1 هتساوي 180 ناقص 10 ماينس 1 النص، دي طلعت معاك 153.4. والزاويه الثانيه اصلا ب 90، سيتا 2 ب 90 من هنا. تمام حلو، يبقى هتجمع الاثنين دول وتضربهم في السالب وتطرحهم من 180، هتعوض في القانون اهو. ادي ال 180 ناقص جمع الزاويتين اللي احنا جبناهم، فهيطلع معاك توتال الزاويه بكام؟ بسالب 63.4. كده حضرتك جبت الايه؟ ادي الزاويه اللي موجوده معايا. حلو كده كانت سيتا دي 1، هم عشان كونجكت فهيبقى سيتا دي 1 وسيتا دي 2 هتبقى ب 63.4 درجه. كده حضرتك جبت النقطه الكومبلكس. اخر نقطه موجوده معايا وهي معتمده معايا برضو على الكاركترستيك ايكويشن وهي الانترسكشن مع الجي اوميجا. دي الخطوه رقم 7 الانترسكشن. طيب الانترسكشن ده اجيبه ازاي؟ قال هيجي معايا عن طريق الايكويشن اللي هي بتاعه ترانسفير، الكاركترستيك ايكويشن الموجوده معايا بعد ما تاخد المقام وتساويه بالصفر هيبقى اس تكعيب بلس 4 اس تربيع بلس 5 اس بلس كي بتساوي صفر.
هتشيل كل اس وتحط مكانها جي اوميجا، فالكلام ده هيساوي سالب جي اوميجا تكعيب ماينس 4 اوميجا تربيع زائد 5 جي اوميجا بلس كي بتساوي صفر. هتاخد جزء الاماجنري لوحده، ادي الاماجنري بتساوي بالصفر، يبقى عندي هنا في اوميجا هتساوي 0 واوميجا هتساوي بلس او ماينس جذر 5. اما تاخد الريل وتساوي بالصفر وتعوض عن الاوميجا بصفر هيطلع معاك طبعا الريل لما تساوي صفر هتبقى كي بتساوي 4 اوميجا تربيع، اما تعوض عن الكي يعني الاوميجا هنا بصفر يبقى هتبقى الكي بزيرو وعن وهنا الكي بتساوي 20. كده قدرت حضرتك تجيب الانترسكشن بتاعي عند بوزيتيف ونيجاتيف 5 جذر 5. طيب كل قصه دلوقتي هتيجي الرسم بقى. الرسم هيبقى ازاي؟ ادي حضرتك ادي السيجما وادي الجي ام. حلو، اول حاجه لان البولز الموجودين في بول عند الصفر، وقلت لي في بول عند سالب 2 وجي، ادي سالب 2 وجي وسالب 2 وسالب جي. حلو، ادي الثلاثه بول الموجودين معايا. جيت حضرتك بعد كده قمت قايل لا ده انا في عندي بريك بوينت موجوده فين؟ عندي 2 بريك بوينت فين؟ الخطوه رقم 4 دي كده خلاص احنا في الاول الاسيمتوت، عشان كده احنا نفذنا اول ثلاث حاجات الاسيمتوت. جيت قلت لي او معلش عشان نكمل تنفيذ الشغل، انا كده جبت الثلاثه بول وعملت الروت لوكي اللي هو على مدار لحد الانفينيتي، ادي كده الروت لوكي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه جبت عدد البرانشات الموجوده معايا فطلع معايا النمبر اوف فودز اللي هم ثلاثه، هجيب نمبر اوف اسيمتوت طلعوا معايا برده ثلاثه عشان ما عنديش زيروز. جبت الفاليو بتاعتي طلعت معايا سالب 1.3، هاجي عند السالب 1.3 اهي، وجيت قمت قايل انا همشي بزوايا 60، ادي ال 60 وادي السالب 60 وادي ال 180. حلو كده حضرتك جبت ايه؟ ادي الفاليوز الموجودين. طيب هتيجي بعد كده تعمل ايه؟ هتيجي بعد كده تبدا ترسم الخطوه اللي بعد كده اللي هي بتاعت الديبارشال والارايفل. طيب ديبارشال وارايفل المفروض ابقى انا ماشي محاذاه الاسيمتوتس على حسب البريك بوينتس الموجودين. هاجي ابص المساله لقيت عندي 2 بريك بوينت، طلعنا واحده عند سالب 1 ادي البريك بوينت الاولى اهي، والبريك بوينت الثانيه عند سالب 1.6 هنا. يبقى انا عندي بريك بوينت اهي وبريك بوينت اهي. فايده البريك بوينت بيعمل ايه؟ البريك بوينت بيخرج منها اثنين بيطلع منها الاثنين بول، صح؟ الاثنين بول. انا هنا طبعا عارف ان البول هنا الكي بتاعته بصفر، والبول ده الكي بتاعته بصفر، والبول ده الكي بتاعته بصفر، وكل واحد بيسعى ان هو يوصل للانفينيتي. تمام. هنا انا جبت الديبارشال بالنسبه للكومبلكس، ادي الديبارشال والارايفل. انا هنا جبت الزاويه بتاعتي سالب 63، يبقى انا هنا المفروض هوصل لحد كام؟ سالب 45 في النص، سالب 63 بالناحيه دي، ادي النقطه بتاعتي. تمام. نفس الكلام هنا همشي مع العقارب عكس العقارب علشان خاطر بوزيتيف، يبقى هنا كانت سالب 63 انا مشيت سالب 63 لتحت مع العقارب. بوزيتيف انا هنا ماشي عكس عقارب الساعه، يبقى انا هنا ادي 63. تمام. طيب البول ده هيبقى طالع ازاي؟ هيبقى طالع هيوصل لفين؟ البول ده والبول ده هو الاثنين بيسعوا ان هم يوصلوا للانفينيتي. طيب كانوا بيوصلوا للانفينيتي لو انا عندي اسيمتوت همشي عليه، انا هنا ما فيش اسيمتوت همشي عليه، الاسيمتوت ما بين بعد البول ده. طيب انا همشي ازاي؟ انا هنا عندي نقطه بريك اواي، بريك اواي قلنا هي عباره عن نقطه بيتوزع منها البولز. يعني انا ده دلوقتي جالي هنا اهو، جالي البريك اواي هيتوزع من ده، ده واحد البول اللي جاي من هنا ده اهو يمشي مع اللاين الموجود معايا هنا ده رايح للانفينيتي، فده الاولاني. تمام. طيب واللي جاي هنا؟ اللي جاي هنا مشي شمال يمين اهو مع البول اللي جاي من هنا، اتجمعوا هما الاثنين عند نقطه البريك بوينت دي، وهيبدا يمشي ده واحد منهم هيطلع مع الاسيمتوت ده والثاني هيطلع مع الاسيمتوت ده. طب انا عرفت ان في تقاطع علشان كده طلع تقاطع في الايه؟ الجي اوميجا. التقاطع بتاعي فين؟ عند بوزيتيف نيجاتيف 5، يبقى هنا دي عند جذر 5 وهنا سالب جذر 5. الكي بتاعتي هنا ب 20 وهنا الكي بتاعتي هنا بكام؟ بسالب 20. ايه الكي في الناحيتين ب 20، الفاليوز الكي هنا ب 20 وهنا الكي ب 20. طيب يبقى انا دلوقتي الرسمه اللي موجوده معايا
قدرت احدد انا بس الناس ما تمشيش ماشي ان انت كده كده لازم تمشي مع الاسيمتوت، هنا ما فيش اسيمتوت فجمعتهم في البريك بوينت وطلع توزعوا منهم، يبقى انا دلوقتي طلع معايا البريك بوينت وزع لي 2 بول، واحد مشي ناحيه الانفينيتي فده كده البرانش الاولاني اهو، البرانش الثاني مشي كده اهو اهو، البرانش الثالث جه من هنا وطلع فوق. تمام، اما نيجي نشوف الكلام ده بالماتلاب، هنيجي هنا بالنسبه للجزء الخاص بالماتلاب هنلاقي المساله بتاعتنا كان الكي فوق بواحد، احنا قلنا مش هنحط الكي هنحط واحد مكانها، فحطينا هنا واحد في النيومينيتور، الدينومينيتور عشان نفس نكتب ترانسفير فانكشن، هنا الاس عباره عن واحد وزيرو، ادي واحد وزيرو، انا طبعا بستخدم امر اسمه كونف، كونف ده بيعمل ايه؟ كونف ده بيضرب الاثنين في بعض، انا دلوقتي المفروض بدل ما احط الكوفيشنت انا مش عارف الكوفيشنت بتاع المقام، فبياخد الاثنين يضربهم في بعض بامر اسمه كونف، كونف اول قوس موجود معايا اللي هو الاس، الاس هتبقى عباره عن واحد وزيرو، دي كده اس. طيب القوس الثاني واحد واربعه وخمسه، ادي واحد واربعه وخمسه، تمام. بعد كده قلت له ارسم لي ترانسفير فانكشن، وبعد كده روح طبق لي امر اسمه روت لوكس، هدي له ران ونشوف الاوتبوت الموجود معانا، طلع لي هنا التوتال ترانسفير فانكشن الموجوده معايا هنا اهي، طبعا هو لسه بيران فوق، هنبدا نشوف مع بعض. تمام، ادي طلع الاوتبوت الموجود معانا بالشكل ده. ايه بقى الشكل ده؟ ادي لو اخدت بالك احنا كان عندي 2 بريك بوينت، البريك بوينت الاولاني اهو، وادي البريك بوينت الاولانيه، وادي البريك بوينت الثانيه. لو هنيجي نبص على البريك بوينت دي ودي، دي موجوده معايا عند سالب واحد، ادي هنا الجين بول عند سالب واحد وستة من عشرة، فانا كانت واحده عندي بسالب واحد والثانيه اهي، ادي البول طبعا متحركه هي سالب واحد، ادي النقطتين اللي احنا جبناهم. تمام، بعد ما جبت النقطتين ايه بقى اللي هيحصل معايا هنا؟ جه ادي البول الاولاني الثاني الثالث، الاول الثاني الثالث، اللي حصل ان انا ده جه اتحرك عشان يوصل للبريك بوينت، فده مع اللي جاي من الكومبلكس الموجود معايا اللي بلون الاحمر ده، لو هنيجي نزوم ادي اللي بلون الاحمر ابتدى يتحرك معايا اهو ومشي معايا وقام نازل معايا فين؟ اهو اهو، ده نزل معايا باللون الاحمر، حلو. جه هنا وبعد كده راح قطع الجي اوميجا عند النقطه بتاعتي، وهنا الاخضر لما هاجي ابص ادي الاخضر جه وراح على طول دايركت اهو لحد فين؟ لحد الانفينيتي. اخر واحد اللي هو الازرق اللي جه قابل ده في البريك بوينت بتاعه جه وقام طلع قاسم في الجي اوميجا، ده نفس ما طلعنا احنا هنا فين؟ في الاوت. ادي لو هنيجي نجيب الرسمتين حضرتك، ادي اللي احنا عملناه، ادي الاثنين بول، ادي الكومبلكس ده مع ده، وادي البول اللي هنا، طبعا ده جه قابل ده الاثنين دول في نقطه واحده اللي هو الاحمر مع الازرق وطلع فوق قطع، ونفس الكلام اللي تحت، وادي ده لوحده طلع راح للانفينيتي. طبعا هتيجي تقول هختار ده هو اللي يجي يمين او ده، اي واحد فيهم انت كده كده بتقول ان واحد هيقول ان هو يروح يقابل ده في البريك بوينت، فمش فارق تاخد ده هو اللي يقول معاك للانفينيتي او ده هو اللي يروح معاك للانفينيتي، مش فارق. طيب نفس الكلام، ده هو اللي هيطلع فوق ولا ينزل تحت، مش فارق معاك، ده يطلع فوق وده ينزل تحت او العكس، الاثنين صح. نبدا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي سكتش روت لوكي للسؤال ده. طبعا هنا هبدا الاقي ان موجود معايا في الباست فيه زيرو والمقام فيه 3 بول. نبدا نشوف الكلام ده مع بعض. تمام، فهنا هنبص مع بعض، انا هنا قلنا فيه زيرو وفي 3 بول. اول حاجه هنروح نجيب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، دي اول حاجه الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. الاوبن لوب ترانسفير فانكشن الموجوده معايا هتبقى جي في الاتش، الاتش بتاعتي بواحد، فهي هتبقى توتال اللي موجود معايا هنا. قدرت اجيب منه اول حاجه نمبر اوف زيروز، وهجيب نمبر اوف بولز. تمام، الزيروز والبولز انا هنا عندي زيرو واحد وعندي هنا 3 بول. خلاص بعد ما جبت الكلام ده هتقوم رايح راسم الروت لوكي، الروت لوكي اللي موجود معايا، هتوقع الشغل بتاعك ده موجود. انا عندي هنا البولز في كام؟ اس تربيع، البولز الموجوده معايا هتبقى صفر وصفر وكام؟ وسالب 3 و6 من 10. دي كده مين؟ البولز. طب والزيروز؟ سالب 1. طيب اما نيجي نرسم الكلام ده، في هنا بول
وفوقه في بول، وهنا في اتنين بول، وبعد كده في بول عند سالب 3.6، ادي بول سالب 3.6. طيب وفي عند واحد في زيرو. حلو، يبقى هنا لما حضرتك تيجي ترسم الروت لوكي، الروت لوكي هيبقى شكله عامل ازاي؟ لما تيجي تجيب الخطوه الثانيه وترسم الروت لوكي، المفروض ده الاول اعد، احنا قلنا بنعد 1 2 البول الاولاني وراكب على البول الثاني، ادي 1 2، يبقى دي ما بينهم الاثنين واصل برانش او واصل روت لوكي ماليش دعوه بيه. طيب وبعد كده الزيرو ده هيبدا يوصل للروت لوكي مع ال 3.6 مع البول اللي بعده. يبقى ادي الشغل الاوت الموجود كده، عملت الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه هتروح تجيب عدد الاسمتوت وبعد كده البرانشات، اسف، وبعد كده الاسمتوت. طبعا البرانش طبعا هنا انت بتاخد الماكس النمبر بتاع البودز، يبقى هنا البرانشز معايا بثلاثه اللي هي بتساوي الان، اربعه الاسمتوت اللي هو ان ماينس ام، 3-2 بواحد، 3-1 باثنين. طبعا الكلام ده ليه؟ لان انا هنا الكي بتاعتي هنا بزيرو والكي بتاعتي هنا بانفينيتي، والبرانش قلنا هو الوصل ما بين الزيرو والانفينيتي، فده طبيعي جاب لي اول برانش اهو، مش محتاج اي حاجه، فادي البرانش الاولاني، كده باقي لي مين؟ اثنين، اثنين برانش، عشان كده ظهر لي اثنين اسمتوت، تمام؟ البرانش الاولاني خلص، باقي لي اثنين برانش مش عارف اجيبهم، فالاسمتوت هو اللي هيجي يساعدني ان انا اجيب البرانش. طيب، هنيجي بعد كده البريك بوينت، قلنا خلاص هنروح نشتغل على كلوز لوب ترانسفير فانكشن ونجيب البريك بوينت، دي رقم خطوه رقم خمسه، هنجيب البريك بوينت. طب الخطوه رقم سته، انا هنا ما عنديش كومبلكس ظهر معايا، يبقى بالتالي ما فيش خطوه رقم 6. الخطوه رقم 7 دي الانترسكشن، اقوم رايح اشتغلها بالكاركترستيك ايكويشن. تعالى هنا ادي خطوه 1، هو راح ادي جاب البولز والزيروز من الاوبن لوب، حلو، جه بعد كده جاب البرانشز، البرانشز بتاعتي طلع هي عدد الان اللي هي 3، وقلنا هنا الاسمتوت قلنا ب2 زي ما اهي، ادي الاسمتوت بتاعتي ب2. طيب الخطوه رقم 5 هي البريك بوينت، البريك بوينت هروح اجيبها منين؟ من الكلوز لوب اللي هو جي على 1 زائد جي، هاخد ال 1 زائد جي جاب الايكويشن اهي، ومنها جاب الكي، وبعد ما جاب الكي هجيب دي كي باي دي اوف اس. حل المعادله، جه وحلل وجاب الايه؟ الجذور اللي موجوده، طلع معايا 0 و2 كومبلكس، اي كومبلكس حاجبت ايه؟ بتنجلكت الكومبلكس، ابقى لي بريك بوينت عند الزيرو. طيب عند الزيرو يبقى انا هنا ادي كان شكل البولز الموجوده، يبقى انا هنا عند الزيرو في بريك بوينت. بريك بوينت ازاي عند الزيرو؟ يبقى هاجي من النقطه دي هبدا الاثنين يطلعوا من النقطه دي. طيب all bulls and zeros are on الايه؟ السيجما. حضرتك بعد الخطوه اللي موجوده دي طالما البولز والزيروز كلهم على الريل اكسس كده مفيش خطوه رقم 6 و7 جاب بيها الانترسكت عن طريق نفس الايكويشن الموجوده فوق، راح خد الايماجنري لوحده والريل لوحده، فحضرتك لما تيجي تشتغل ادي الايماجنري وتساويه بالصفر هيطلع معاك الاوميجا بزيرو، واوميجا بتساوي بوزيتيف نيجاتيف جذر كي، ونفس الكلام لما تيجي تجيب الريل وتساويه بالصفر هيطلع معاك هنا الكي بتساوي 3.6 اوميجا سكوير، يبقى الكي هنا بزيرو، يبقى عند الاوميجا بزيرو الكي بزيرو. حضرتك هتيجي توقع الكلام ده هنا ازاي؟ قال ادي الاسمتوت جاب النقطه بتاعت الاسمتوت، وادي جاب طلع ب 90 عشان عندي 2 بس، يبقى 90 وسالب 90، جه من النقطه دي مشي موازي للاسمتوت الاولاني، وادي النقطه الموازيه للثاني، وطبعا ما فيش انترسكشن على الجي اوميجا. كده قدر يجيب الجزء الخاص بال الترانسفير الروت لوكاس بتاع ده. لو هنيجي نبص عليه مع بعض على الماتلاب، الماتلاب اللي هيتغير معايا هنا بالنسبه للنيومينيتور، النيومينيتور بتاعي هيبقى 1 و1. طيب الدينومينيتور كان عندي في المقام في اس تربيع، لو تفتكر ادي هنا اس تربيع تحت في المقام، يعني هيبقى اس تربيع مضروبه في اس بلس 6، يبقى اس تربيع اللي هي 1 و0 و0، دي الاس تربيع. طيب والنقطه اللي بعدها اس و3.6، ادي هتبقى اس و3.6. حلو، هتيجي تران. طيب هنشوف الاوت، ادي الشكل اللي طلع معايا، ادي البولز والزيروز الموجودين معايا، ادي هنا في بول وادي في زيرو، اهو لو هنكبر بول وزيرو وادي الاثنين اللي جم مع بعض، ده تيبيكالي هي الرسمه اللي طلعت معانا، تمام. طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده هو جاي بيقول لي ايه سكتش روت لوكي اللي موجود، الفرق اللي حصل معايا هنا ايه؟ جه فوق في البسط حط 2-0. طيب 2-0 معايا في البسط، وعندي كام بول؟ عندي 2 بول، يبقى عندي 2-0 و2 بول، يبقى الان بتساوي الام. همشي نفس الشغل اللي موجود معايا، ادي هجيب الاوبن لوب، الان عندي بتساوي الام،
number of branches هي ال n يبقى باتنين. طيب number of asymptote مش asymptote n minus m يبقى الاسمتوت هيطلع معايا زيرو. حلو، رسمت الشغل اللي موجود معايا هنا، البولز اللي موجودة معايا هنا كام؟ صفر وسالب اتنين، ادي البولز، والزيروز اللي موجودين معايا هنا بوزيتيف نيجاتيف جي، فرسم الرسمة معايا، ادي اهي عند الصفر وعند السالب اتنين، وادي البوزيتيف نيجاتيف جي اتنين زيروز بالشكل ده، ادي ظهر معانا هنا. طيب همشي ازاي؟ البريك بوينت الموجودين معايا قلت دي كي باي دي اس، رحت من الكاركترستيك ايكويشن وجبت كلوز لوب سويت بالصفر، فضلت طلع معايا ادي الاس طلع معايا واحده باتنين والثانيه بسالب واحد. طيب اتنين وسالب واحد هاخد انهي فيهم؟ هاخد الواقع معايا على الروت لوكي. انا هنا الروت لوكي لو خدت بالك هنا متقل الخط اللي ما بين الاثنين دول، لان دي اول نقطه ودي ثاني نقطه، فده كده الروت لوكي. سالب اتنين وقع عليه تمام، يبقى السالب اتنين هي السالب واحد اسف هي اللي وقع عليه، الاثنين دي بالبوزيتيف فهي كده كده مش معايا، يبقى ادي هنا دي السالب واحد خلاص. الفاليو دي معايا، هاجي عندها واعرف في اسمتوت ولا لا؟ لا مفيش اسمتوت، فالنقطه دي عباره عن النقطة البريك بوينت الموجودين. طيب بعد ما ده هيمشي كده وده هيمشي كده هيتحرك ازاي؟ هيتحرك ان كل واحد فيهم هيروح ينترسكت مع الجي اوميجا في الزيرو، مش كل واحد من البول عايز يروح للزيرو، الزيرو الكي بتاعت الزيرو ده بانفينيتي، والكي بتاعت الزيرو ده بانفينيتي، والكي بتاعت البول ده بصفر، والكي بتاعت البول ده بصفر، فده هيقوم جاي اهو ويقوم رايح قاطع هنا، وده هيجي هنا ويقوم جاي قاطع هنا، هيطلع معايا الشكل زي ما احنا شايفين. لما نيجي نطبق الكلام ده بالماتلاب اتشال الايكويشن الموجوده معانا هنا، البسط فيها في واحد وصفر وواحد، ادي واحد وصفر وواحد، المقام في اس واحد وصفر، انا هنا واحد وصفر واحد ده البسط، المقام كونف ما بين الاس اللي هي واحد وزيرو تمام، و اس بلس 2 يبقى هنا عندي واحد و 2 تمام. هترن ادي الاوبوت اللي طلع معانا، لما نيجي نبص ادي توتال الاوبوت اللي طلع تمام. طبعا مدي كل برانش بلون، هنا اللون الاخضر اهو من طلع من الزيرو ده ماشي معاك لحد ما من البول ده ماشي معاك لحد ما وصل للزيرو، وده من البول ده لحد ما وصل للزيرو تمام. نيجي نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي sketch the root locus of the system shown in figure تمام، مديني الكي بتاعتي بوزيتيف and determine the value of كي that makes الايتا ب 34%. طيب هو جي ايه عمل ايه هنا؟ هنا اداني اثنين سيستم، فهنشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي على جزء خاص بالكومبنسيتور. الكومبنسيتور انا دلوقتي ببدا اضيف سيستم، السيستم يادبت معايا الايتا، يادبت معايا في البرفورمانس بتاع السيستم، اقدر اوصل بيه للاستابيليتي اعلى، او اقدر اوصل بيه للترانزيانت ريسبونس اعلى. طيب الكلام ده هيتم معايا ازاي؟ هيتم معايا عن طريق الكي اللي هو مداني، هو قال لي ارسم الروت لوكس للسيستم تمام. بعد ما ترسم اللي هتحد اند ديترماين ذا فاليو اوف كي، وبعد كده حدد لي قيمه الكي اللي هتخلي لي الايتا ب 34%. طيب جه هنا عشان تمشي نفس الخطوات، مشي الشغل بتاعه عادي، جاب عندي هنا في كام بول بالنسبه للاوبن لوب ترانسفير فانكشن الموجوده معايا هنا، في مفيش زيروز، في عندي ادي بول 2 3 في 3 بول. طيب يبقى هنا الثلاثه بول بتوعي اللي هم كام؟ اس بصفر واس واس بسالب ادي الاس موجوده معايا بصفر، والاس بسالب 3 زائد 4 جي، وسالب 3 ماينس 4 جي، ادي 3 بولز كده. النمبر اوف برانشز بتاعتي 3، ما عنديش ولا زيرو، يبقى انا هنا نمبر اوف اسمتوت هتلاقيها هي كمان 3. رحت جبت النقطه التقاطع الموجوده معايا، فعرفت ان هي سالب 2، وجبت الفاي بسالب 60 ب 60 وسالب 60 و 180، فرسمت الاسمتوتس الموجودين موجودين معايا، وادي البريك بوينت الموجوده، يعني ادي اسف ادي نقطه الاسمتوت وادي الزوايا. طيب هروح بعد كده للبريك بوينت الموجوده، انا هنا عندي في كومبلكس، ادي الكومبلكس اهي، هوصل الاثنين ببعض وقدرت اوصل للزاويه بسالب 36. بعد كده اجيب الانترسكشن مع الجي اوميجا، وخدت جزء ريل سويته بالصفر والاماجنري، قدرت اجيب ان في انترسكشن عند بوزيتيف نيجاتيف 5، هاجي هنا ادي البوزيتيف نيجاتيف وابدا اوصل الشغل الموجود معايا وطلع الاوت. لحد هنا شغلك القديم مفيش اي مشكله فيه. جاي دلوقتي بيقول لي احسب لي الفاليو بتاعت الكي اللي هتخلي لي السيستم الدامنج ريشيو بتاعته الايتا ب 34%. كل القصه زي ما هنشوف بعد كده في الجزء الخاص بال
في الكومبنسيتور حاجة عندك زي ما خدنا في الفيديو في شيت 3 تقريبا الفيديو الثالث كان الايتا الكوزاين ثيتا بتساوي الايتا وانا هنا معايا الفاليو بتاعت الايتا فانا هجيب منها الثيتا اللي موجودة الثيتا تبقى كوزاين ماينس 1 الايتا فطلعت معايا ب 70. طيب عشان 70 هيعمل ايه؟ هاجي عند النقطة بتاعت الصفر دي وهبدأ دي الزاوية الوحيدة اللي بتتقاس من الشمال لليمين اهي حاجة تبدأ تحسب كده الزاوية اللي طلعت معايا اللي هي 70 هتحسب اهي جه هنا زوم ثواني يا زلمة هنا جه قاس الزاوية بتاعته اهي قلنا هيبدأ من ادي الصفر هيبدأ من هنا يحسب السبعين طيب حسبت السبعين هيبدأ يطلع ادي الزاوية الموجودة معايا طيب طلع لحد فين؟ طلع بالسبعين لحد الفاليو لحد ما يقابل الروت لوكس الموجود معايا ليه؟ لان حضرتك هتخليك طالع المفروض يكون عندك الفاليو بتاعت الاوميجا ان تطلع بالطول بتاع الاوميجا ان هل الاوميجا ان موجود مع حضرتك؟ لو هو موجود تمام مش موجود حاجة بتخليك طالع لحد ما تقاطع الروت لوكس الموجود معاك في نقطة يعني هو هنا هو حسب السبعين معايا طلع من هنا لحد ما قابل الروت لوكس في نقطه دي كده الاس دي حضرتك هتاخدها بالتفصيل في الكومبنسيتور بعد ما لقى نقطه الاس دي من هنا خلاص هتقف عند النقطه دي وهتبدا توصل من النقطه دي كل البولز والزيروز الموجودين تمام يعني ايه حضرتك هتقوم جاي من هنا تقوم موصل ادي ده بده وده بالبول ده وده بالبول ده كده وصلت الثلاثه ببعض مجرد ما وصلت التلاتة بعض هتلاقي الشكل ده اهو وصل الاس دي بده وده وده هتبدأ حضرتك تحسب الطول الأولاني هتسمي ده A1 اهو هتسمي ده A1 وده A2 وده A3 هتاخد التلات أطوال بتوعك دول A1 في 2 في 3 وتضربهم في بعض وتجيب منه الجين يبقى دلوقتي الجين الكي بتاعتك تلعب بتساوي A1 في 2 في A3 هو كان بيقول لك احسبي determine the value of k that makes the system damping ratio الايتا بتاعته ب 34%. طيب يبقى انا دلوقتي خدت ال 34% ومنها رحت جبت الجي الكي. طيب في الكومبنسيتور نفس الشغل بينطلب بس بيقول لك حط شوف لي بقى الكومبنسيتد سيستم نفسه بيبقى الكومبوننت بتاعته ايه؟ ده هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وال الاوميجا ان بيبقى مديها لك جيفن، ما كانتش جيفن بترسم شغل الروت لوكس بتاعك عادي وبتطلع تجيب التقاطع مع الروت لوكس الموجود. طيب هتيجي هنا بالنسبة للسؤال ده جاي بيقول لي for the system given by the open loop transfer function هنا مديك ال open loop transfer function بتاعتك جاهزة في عندي 2 0 وفي عندي 3 بول أول حاجة بيقول لي find the key for the damped natural frequency لأوميجا بواحد using root locus طيب وتاني حاجة find the key for a damping coefficient of وداك الإيتا طيب هنا في السؤال ما طلبش منك ترسم الروت لوكس بس عشان تبدا تجيب له الانونز اللي موجودين دول زي ما قلت لك انت ده جزء هتاخده في الكومبنسيتور بس لو جاي لك دايركت من غير ما يطلب منك كومبنسيت كل الفكره انك هتجيبها له من على شكل الروت لوكس الموجود ازاي؟ هنا قال لي هات الكي من فور ذا دامب ناتشر فريكونسي قلنا 2 0 و 3 بول ادي 2 0 الموجودين معايا اهو وادي 3 بول اهو تمام نمبر اوف برانشز هيبقى 3 لانها نمبر اوف ان طب والاسمتوت ده بيساوي ده هنا 2 وده 3 يبقى انا الاسمتوت بتاعي 1 خلاص قدرت تجيب النقطه بتاعته قال لك عند 180 خلاص القصه كلها حضرتك هتيجي ترسم ادي عند سالب 2 والزيروز عند سالب 2 وسالب 2 ادي سالب 2 وسالب 2 نفس النقطه تمام وبول عند 0 اهو وعند سالب عند موجب وسالب 2 جي ادي موجب وسالب 2 جي ادي 2 جي وادي سالب 2 جي تمام يبقى ادي البولز الموجودين 0 وموجب وسالب 2 جي طيب القصه كلها هتيجي بعد كده هيبقى ايه حضرتك هتيجي بعد ما رسمت الكلام ده هتقوم رايح وصلت شفت الاسمتوت الموجودين معاك الاسمتوت الموجوده معاك عند نقطه 4 ادي نقطه 4 ادي الاسمتوت اللي هنا طيب والدايركشن بتاعك 180 ادي 180 فادي الاسمتوت جاي من هنا بزاويه 180 تمام ادي شكل الاسمتوت اللي موجود معاك هنا طيب ايه تاني؟ هتيجي بعد كده الخطوه اللي بعدها البريك بوينت البريك بوينت الموجود مع حضرتك هنا نمبر اوف بريك بوينتس الموجودين هتروح تشتغل على كلوز لوب قدر منها يجيب الفاليو اللي موجوده معاك اللي هي الاس دي النقطة اللي هتبدأ تشتغل عندها اللي هي سالب 6 و7 من 10
ادي سالب 6 و7 انا هنا ده طبعا الاول من الاول للثاني في روت لوبي ومن الثالث اللي هو اللي راكب عليه ده للانفينيتي في روت لوبي فالنقطه اللي جت سالب 6 و7 من 10 وقع معايا فعلا على روت لوبي تمام طيب هنا حركة هتيجي بعد ما حسبت الروت لوكي الجزء بتاع البريك بوينت الموجود طبعا ده هيبقى بريكن ليه؟ لانه واقع جنب 2 بعد 0 فانا هنا ده بالنسبه لي بريكن الانترسكشن مع الجي اوميجا حركة تروح تطبق وتشوف الانترسكشن الانترسكت طلع معايا ان كي بتساوي 0 والاوميجا ب 2 يبقى دلوقتي في انترسكت عند الاوميجا ب 2 الفاليو بتاعتي عند الاوميجا ب 2 هتروح تطبق الكلام ده ماتلاب طيب علشان نبدا نشوف ايه الجزء الخاص بالروت لوكس هنا هنا نشوفه ماتلاب عشان ابدا ادخله بسهوله على الماتلاب انا هنا قلنا بنستخدم امر كونف عباره عن قوسين مضروبين في بعض فانا ادخل الخمسه دي جوه وافك القوسين هيبقى 5 في اس بلس 2 مضروبه في اس بلس 2 يبقى 5 اس زائد 10 ادي 5 اس بلس زائد 10 يعني هنا في 5 والكوفيشنت الثاني 10 والقوس الثاني اس زائد 2 يبقى 1 و2 طيب المقام عباره عن اس اللي هي 1 و0 والقوس ده عباره عن 1 و0 و4 الكلام ده لما نروح نشوفه ماتلاب دخلت ادي نومينيتور وادي دينومينيتور هاجي نرن تمام لما حضرتك تيجي بص ادي الثلاثه انا هنا عندي 5 في 3 بول على خط واحد ادي البول الاول الثاني الثالث وانا عندي هنا نقطه البريك بوينت عند سالب 6 وشويه تمام اللي حصل ايه ان انا دلوقتي البول ده راح للزيرو الاولاني ما تنساش ان انا هنا عندي 2 زيرو راكبين على بعض فالبول الاولاني راح للزيرو ده والبول ده راح عند نقطه البريك بوينت الموجوده هنا اتجمعوا عند نقطه البريك بوينت واحد خد شمال راح ناحيه الانفينيتي والثاني جه يمين راح عند البول اللي موجود هنا عند النقطه دي يبقى ده كده حضرتك رسمت الروت لوكس خاص بالمساله دي. طيب ده الجزء الاول، طيب الجزء الثاني هو اصلا ما كانش طالب منك الروت لوكس، هو بيقول لك هات لي الكي للدامبد ناتشرال فريكونسي اوميجا بواحد يوزنج الروت لوكس، طيب انا عايز اجيب الفاليو بتاعت الكي لما يبقى الاوميجا عندي بواحد، هعمل ايه؟ مش ده كده خط الاوميجا اللي موجود معايا؟ خط الاوميجا اللي موجود معايا هتبدا تطلع عليه 2 تمام؟ هتطلع هتبدا تطلع عليه لحد النقطه هتطلع عليه الاوميجا قال لي بواحد هتطلع عليه بخط على الاوميجا اللي موجود معايا هنا بواحد بعد ما تيجي بواحد هتمشي لحد ما تقطع الروت لوكس قطعته في نقطه زي دي هتبدا توصل الشغل اللي موجود معاك اهو يعني ادي النقطه دي هتبدا تطلع لحد الواحد تمام هتمشي كده لحد ما تقطع الروت لوكس الموجود معاك كده انت جبت نقطه النقطه اللي هي بتاعت الاس دي النقطه دي بعد ما حضرتك جبتها هتبدا توصل ما بين النقطه دي وكل البولز والزيروز الموجودين هتبدا توصل دي هنا وهتوصل دي هنا وهتوصل بده وهتوصل بده يبقى دلوقتي ادي A1 عشان انت واصل بالبول الاولاني ادي A1 وادي هنا A2 تمام وادي البول ده A3 دلوقتي كده معاك 3 بول وعندي 2 0 راكبين فوق بعض اللي هي B1 و B0 دي طيب الكلام ده معاك هتروح تشوفه ادي اهو بالنسبه للاوميجا بواحد قال لك دروينج لايت اوف هايت 1 سم حضرتك هتطلع ب 1 سم فوق وبعد كده تروح لحد ما تقطع الروت لوكس في نقطه النقطه اللي حضرتك قطعت فيها دي هتشوف الانترسكشن بينها وبين كل النقط الموجوده عندي 3 بول و2 0 يبقى هجيب A1 في A2 في A3 الثلاثه بتوع البول على البي 1 في البي 2 ايه البي 1 والبي 2 مش هما الاثنين راكبين على بعض يبقى تاخدهم تربيع تمام عشان 2 0 راكبين على بعض كده دي الاطوال بتاعتهم هتترفع كده جبت التوتال جين طيب لما يجي يقول لك بالنسبه للايتا الايتا احنا حليناها في السؤال اللي فات هتقوم جايب سيتا بتساوي كوزاين ماينس 1 الايتا تبقى معايا ب 45 هتقوم عامل ايه؟ هتيجي عند الزيرو هتعد من الشمال 45 ادي الزاويه 45 وتقوم طالع هتطلع لحد فين؟ لحد ما تقطع الروت لوكس في نقطه بعد ما تقطع الروت لوكس في نقطه هتبدا توصل نفس الكلام بولز وزيروز وتاخد ضرب البولز على ضرب الزيروز الموجودين قدرت تجيب الجين تمام؟ فده الجين في حاله تغير الاوميجا وده الجين في حاله تغير الايتا. طبعا الكلام ده ان شاء الله هنبدا تاخده باستفاضه في الفيديو بتاع الكومبنسيتور لو اداني الاوميجا والايتا وقال لي انا عايز احصل على سيستم كامل كومبنسيتد عشان تقدر تموديفاي شكل الروت لوكس الموجود معاك بشكل جديد. كده ان شاء الله الجزء الخاص بالروت لوكس الحمد لله انتهى. نتقابل في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.